اليوم راح نكمل إن شاء الله بشرح نالشي 23. راح نكمل عن الـ use of ketone bodies in peripheral tissues. هلأ قبل ما نبدأ لازم إني أحكي لكم أكمل شغلة بالنسبة للدفعات اللي بعد دفعة 017، يعني دفعة 018 وما بعدها، اللي إن شاء الله راح يدرسوا على هدول الفيديوهات. هدول الفيديوهات راح يكونوا على شيتاتنا إحنا. إحنا مش مطلوب منكم إنكم تدرسوا شيتاتنا إحنا، لأنه راح يكون عندكم شيتات خاصة فيكم. بس القصة إنه الدكاترة كلياتهم بيعتمدوا نفس الكلام بكل سنة، بس اللهم بخربطوا حكي الشيت أو بكون الترتيب مختلف. فعشان هيك انتوا خدوا المعلومات وافهموا كل المعلومات كأنكم تحضروا عادي محاضرة على سلايدات أو محاضرة على محاضرة بأي مكان، بس خدوا المعلومات وإن شاء الله أقدر أفيدكم قدر الإمكان. هلأ رح نبلش باليوز اوف كيتون باديز ان بيريفيرال تيشوز. عم بحكي لي عن انه الليفر، بحكي لي انه بنتج الاسيتيل كو اي من وين؟ في حالة الفاستنج بلود جلوكوز ليفل رح يكون اما من الامينو اسيدز او من الفاتي اسيد كاتابوليزم. طيب هلأ حاكي لك هنا الجلايكوليسز. الجلايكوليسز هذا حكي غلط. ليش؟ لانه الجلايكوليسز اذا صار بالليفر هذا بدل انه في عندي كميات كتير عالية من الجلوكوز، وبالتالي هو مش فاستنج بلود جلوكوز ليفل، وهذا الاشي غلط. فهو المصدر للأسيتيل كو اي يلي بينتج في الليفر رح يكون من تنين اللي هم امينو اسيد كاتابوليزم عند الفاتي اسيد اوكسيديشن. فرح ينتج عندي الأسيتيل كو اي. هلا نحن حكينا انه اصلا الأسيتيل كو اي رح ينتج عندي. طب تمام، احنا حكين انه اصلا هو في حالة الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل، معناته رح ينتج عندي الكيتون باديز. ليش الكيتون باديز رح ينتجوا عندي؟ لانه في حالة الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل رح تروح الاوكسالو اسيتات من السيتريك اسيد سايكل انها تصنع الجلوكوز في عملية الجلوكونوجينيسيس. فعشان هيك ما رح تمشي عندي السيتريك اسيد سايكل، فعشان هيك الفاتي اسيد الاوكسيديشن او البيتا اوكسيديشن الفاتي اسيد هي بتحتاج للكو اي نفس ما حكينا قبل. فعشان تنتجهم بدها تنتج كيتون باديز عشان يطلع عندي الكو اي، وبالتالي تستمر الفاتي اسيد اوكسيديشن عشان تعوض النقص في الجلوكوز اللي صاير عندنا. فهلا رح ينتج عندي من تفكك الفاتي اسيد ومن تفكك الامينو اسيد تو اسيتيل كو اي مثلا. فبعدين بالنهايه رح يطلع عندي اللي هي الاسيتو اسيتيت عند الثلاثه هيدروكسي بيوتريت اللي هم عباره عن شو؟ عباره عن كيتون باديز. حلو، هلا هدول التنين رح يعتبروا كويست برودكت لمين؟ للليفر. ليش؟ لانهم هدول التنتين ما رح تقدر تستعملهم الليفر نفس ما حكينا. ليش؟ لانها سيتريك اسيد سايكل موقفه، وهلا بنحكي ليش بالتفصيل. هلا رح يطلع هدول التنتين وين؟ على البلاد، ومن البلاد رح يروحوا على انادر تيشوز ومنهم المسل اللي رح تحتاجهم في انتاج الطاقه نتيجه انه الجلوكوز اصلا مش عندهم، فرح تستخدم الكيتون باديز. تمام، الثلاثه هيدروكسي بيوتريت رح تتحول للاسيتو اسيتات عن طريق ال NAD بلس، ورح يصير لها تأكسد لا الأسيتو أسيتات. هلا الأسيتو أسيتات رح تتحول لأسيتو أسيتيل كو اي، يعني رح ترتبط بالكو اي. من وين الكو اي بتاخده؟ رح تاخده من ساكسين الكو اي يلي رح يتحول لساكسينات. تذكروا لما كنا بنحكي عن الساكسين الكو اي انه بيتحول لساكسينات في الستريك أسيت سايكل. تمام، طب الكو اي اللي بتطلع عنا مين بتاخدها؟ بتاخدها اللي هي الأسيتو أسيتات عشان تتحول لأسيتو أسيتيل كو اي. حلو، الأسيتو أسيتيل كو اي بعدين آخر شي اللي هي بتتفكك لتو أسيتيل كو اي يلي رح تفوت بالستريك أسيت سايكل وتعطيني اللي هي الإنرجي المطلوبة في البريفيرال تيشوز. هلا هون سأل نفس السؤال بحكي لي انه how come does الاسيتيل كو اي become oxidized by the citric acid cycle in the muscle while the citric acid cycle isn't functioning in the liver؟ يعني ليه ما استخدمنا الاسيتيل كو اي، ما استهلكناهم نفسهم لطلعوا بالليفر نفسه؟ لانه في الليفر الاوكسالو اسيتيت بيستخدم في انتاج الجلوكوز نفس ما حكينا بالجلوكونوجينيسيس، بينما فعشان هيك مستوى الاوكسالو اسيتيت رح يقل كتير، رح يمنع الستريك اسيد سايكل من انها تكمل في الليفر. فعشان هيك ما رح يعتبروا هدول الكيتون باديز كويست برودكت من الليفر ويروحوا على المسلز، بينما الجلوكونوجينيسيس كونسيومينج الاوكسالو اسيتيت ويل نوت اوكور ان ذا مسل، سو السفشنت اماونت من الاوكسالو اسيتيت ويل بي افيلابل ات ذا مسل فور ستريك اسيد سايكل تو اوبريت اوكسيدايزنج الاسيتيل كو اي. هذا نفس الشيء بحكي لي هون، هو سيميلر بشابه اللي بيصير لللاكتيت. اللاكتيت في حاله برضه نفس الشيء، في حاله الفاستنج رح ينتج من المصل بكميات كتير كبيره. هذا الحكي ما رح يعتبر اللاكتيت كويست برودكت كويست برودكت من المصل، ورح يروح هاي في حاله اللو اكسجين كونسنتريشن، ورح يروح على اللهم صل على محمد، رح يروح على ال
تمام راح يروح على الليفر عشان ينتج لي الجلوكوز. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للاسيتو اسيتات وثلاثه هيدروكسي بيوتيريت كيتون باديز راح يروحوا على السكريتال مسل والكارديك مسل والبرين ديورينج برولونجد فاستنج. هلا البرين بيعتمد على الجلوكوز كمصدر اساسي للطاقه، تمام، بس في حاله انه ضل ياخذ جلوكوز شو اسمها الليفل للجلوكوز في البلازما راح يكون شو اسمه رح يكون عالي، لازم نحافظ عليه عالي. ليش؟ عشان نزود البرين في الطاقة اللازمة اللي بتحتاجها. طيب تمام، بس بيحكي لي في حالة البرونجيت فاستنج احنا ما لازم نعتمد على الجلوكوز لحاله. ليش؟ لانه الجلايكوجين رح ينفذ باول يوم من الفاستنج، فالجلوكوز رح يقل كتير. تمام، ورح نعتمد على عملية الجلوكونوجينيسيس اللي بتاخد اصلا اللي بتنتج الجلوكوز من الامينو اسيد از سبستريت. تمام، بس هسه البروتينز اصلا موجودين في جسمنا اللي هم اصلا مصدر للامينو اسيدز، هم عندهم فايتال فانكشنز في البادي مثل البروتين ميمبرين ترانسبورترز، فعشان هيك انا لازم اني احافظ على الامينو اسيد وما استخدمهم في عمليه انتاج الجلوكوز. فلازم هلا استبدل او احد من البوسيبل ليفل تو سبار اني احفظ الامينو اسيدز اللي هي عشان استخدمها في اليوزر في الفايتال فانكشنز ان ذا بودي. فهلا ايش الحل؟ البرين اللي هو الدماغ راح يستعمل الفاتي اسيد از سورس اوف انرجي خلال الفاستنج ان ستيد اوف جلوكوز فروم امينو اسيدز تو بريزيرف اللي هو البروتينز. تمام، الفاتي اسيد are the source of energy for brain while fasting. However, energy is provided by fatty acid in the form of ketone bodies. إذا هي ما بتأخذ الفاتي أسيد مباشرة، هي بتأخذها من الكيتون بوديز اللي هي عشان تحافظ على الجلوكوز في الجسم وتحفظه. يعني مش يعني البرين ما رح يعتمد على الجلوكوز بشكل أساسي في عملية الفاستنج، لا، خلال الفاستنج رح يعتمد على الكيتون بوديز كمصدر للطاقة اللي جايين من الفاتي أسد، وهيك رح تحافظ على الأمينو أسد من خلالها يلي رح تكون البروتين يلي لها vital function in the body. هلا عم بحكي لي عن الفيول ميتابوليزم ات ستارفيشن. هلا هون مبين لي رسمتين، واحدة عم بحكي لي عن الجلوكوز خلال الفاستنج، وعم بحكي لي هي اليوم بعد يومين بعد 4 أيام بعد 6 بعد 8 شو بصير بالجلوكوز، وواحد عم بحكي لي عن الديز اوف ستارفيشن اللي هي في اس البلازما ليفل اوف الفاتي اسيد اند كيتون بوديز. تمام، هلا عم بحكي لي هون بحكي لي انه شو اللي هي البلازما ليفل اوف جلوكوز والكيتون بوديز اند الفاتي اسيد افتر سيفرال دايز اوف ستارفيشن، نفس اللي حكيناه. هلا عم بحكي لي الليفل اوف جلوكوز راح يقل significantly in the first 2 days of fasting، يعني أول يومين من الصيام راح يقل الجلوكوز بشكل كتير ملاحظ، بينما حتى بعد 8 أيام ما راح يوصل مستوى الجلوكوز، ما راح يوصل بالبلازما، ما راح يوصل للزيرو. ليش هذا الحكي؟ لأنه نفس ما حكينا في عنا فاتي أسيد وفي عنا كيتون بوديز راح يعوض اللي هي استهلاك الجلوكوز من البرين ومن من شو اسمهم الخلايا الأخرى في الجسم. فعشان هيك مهما بلغت اللي هي الأيام في خلال الفاستنج ما راح يوصل الجلوكوز للزيرو، حتى ولو انه راح ينفذ الجلايكوجين في الجسم، بينما الجلوكوز راح يضله مستوى كتير عالي. وهذا نفس الشيء هنا بحكي لي، عم بحكي لي عن مستوى الفاتي اسيد في الـ في الـ في البلاد راح يزيد مع الستارفيشن، هي ارتفعت شوي الفاتي اسيد، بينما الكيتون بوديز زاد بشكل كتير كبير في البلازما. ليش؟ عشان يستعمل من خلال الدماغ، وبالتالي انه يحافظ على الجلوكوز والامينو اسيد يحفظهم في الجسم. هنا عم بقارن لي بين في حالة الستارفيشن في حالة اليوم الثالث واليوم الأربعين من الستارفيشن، إنه شو بكون مثلا الجلوكوز قدي رح يستخدم الجسم جرام بير داي اللي هي باليوم الثالث وباليوم الأربعين. باليوم الثالث من الستارفيشن الجلوكوز رح يكون يستخدم 100 جرام الجسم رح يحرقهم في اليوم الثالث، بينما في اليوم الأربعين رح يحرق 40 جرام من الجلوكوز. طب ليش هذا الحكي صار؟ لأنه نفس ما حكينا في عنا كيتون بوديز اللي هي راح تزيد بكمية كتير كبيرة استخدامها عن طريق الجسم، رح يصير يستخدم 100 جرام بدل من 50 جرام في اليوم الأربعين اللي هي عن طريق الدماغ رح يستخدمه، ومصدر الجلوكوز رح يكون بالستارفيشن رح يكون هو الأمينو أسيدز نفس ما حكينا اللي هم البروتينات.
فعشان هيك المصل بروتين ديجريديشن راح تقل من 75 ل 20، ليش؟ لانه احنا حافظنا على الجلوكوز وبالتالي قل الجلوكوز من 100 ل 40. هلا كيف راح نستدل انه الجسم عم بكسر لي في المصل بروتينز؟ بحكي لي انه بنقدر نستدل عليهم من الميتابولايتس تاعون الامينو اسيد ديجريديشن اللي هم النيتروجين في اليورين على شكل يوريا، على شكل أورجانيك نيتروجين، أو على شكل أمونيا. هلأ بحكي لي الأماونت أوف يوريا في اليورين راح يكون إنديكيتور للبروتين ديجريديشن. هذا كلياته هو اللي بحكي لي إياه. وبحكي لي بالنسبة للأذر يوزز للجلوكوز راح تقل أكيد من 50 في اليوم الثالث، 50 جرام ل 40 جرام في اليوم 40، هاي مش 20. تمام، هلأ راح نبلش بالفاتي أسيد سينثيسيس. بالنسبة راح يكون في الليفر. تمام، بحكي لي إنه mainly occur in the liver. بكون وشو بده الفاتي أسيد سينثيسيس؟ بده الكربون سورس اللي هو مين؟ الأسيتيل كو اي. تمام، هلا من وين بدي أجيب الأسيتيل كو اي؟ راح يكون اللي هو السورس اللي هو البايروفيت اللي هو جاي من أصلا من شو اسمهم، من الكربوهيدرات مش من الفاتي أسيد. ليش؟ لأنه الفاتي أسيد أصلا أنا بدي أصنعه، ما بصير إنه أروح أكسره وأرد مرة تانية أصنع منه، لا. فعشان هيك أنا باخده من البايروفيت اللي جاي من الجلوكوز عن طريق البايروفيت دي هيدروجينيز اللي عم بصير في الميتوكوندريا. تمام، هلا بحكي لي الإكسس كونسبشن من الكربوهيدرات نفس ما حكينا will cause the gain as glucose can be converted to the fatty acid، بينما الفاتي أسيد ما بقدر إني أحوله لجلوكوز. ليش؟ لأنه الفاتي أسيد degradation راح ينتج لي أسيتيل كو إيه، والأسيتيل كو إيه ما راح يقدر يتحول لبايروفيت. ليش؟ لأنه التفاعل أصلا اللي هو تحول البايروفيت للأسيتيل كو إيه هو catalyzed by pyruvate dehydrogenase وهو أصلا irreversible، ما رح أقدر أحول البيروفيت لأسيتيل عفوا الأسيتيل كو إيه لبيروفيت دايركتلي. فيعني أنا بقدر إني أحول الكربوهيدرات لفاتس، بينما الفاتس ما بقدر إني أحولها، أو الفاتي أسيد ما بقدر إني أحولها لكربوهيدرات. ليش التاني اللي أنا بحتاجه اللي هو الريديوسينج باور؟ هلا عم بحكي لهون الأسيتيك أسيد، الأسيتيك أسيد بدي أحوله لبالماتيك أسيد، فبدي هون هاي غلط البيروفيت دهيدروجينيز، بدي NADPH موجودة في الأخطاء. هلا عم بحكي لي هون عن البالماتيك أسيد، البالماتيك أسيد كلنا بنعرف إنه هو عبارة عن 16 كربون، أوكي؟ من الفاتي أسيد اللي هو سينثيسيس، هو برودكت من الفاتي أسيد سينثيسيس. هلا بحكي لي بالنسبة للأسيتيك أسيد، بحكي لي يعتبر ريلاتيفلي هو عنده مور أكسجين مقارنة في البالماتيك أسيد. ليش؟ لأنه الأسيتيك أسيد عبارة عن 2 كربونز مقارنة ب 2 أكسجين، بينما البالماتيك أسيد 16 كربون مقارنة ب 2 أكسجين. فبالتالي مين اللي يعتبر مور أكسيدايزد؟ اللي يعتبر مور أكسيدايزد اللي هو الأسيتيك أسيد. تمام، انا بدي اخليه، بدي انقله من حاله مور اوكسيدايز لا مور ريديوس. فشو بدي اعمل؟ بدي ريديوسينج ايجنت عشان يختزل لي الاسيتيك اسيد لا بالماتيك اسيد ويصير عندي مور ريديوس. وهاي الريديوسينج باور راح تكون اللي هي الان اي دي بي اتش اللي بحصل عليها بشكل جزئي من ال شو اسمها، من البنتوز فوسفيت باث واي. تمام، هلا كمان بده اللي هو energy input اكيد اللي هو الاي تي بي. ليش؟ عشان يجمع لي السمول مولكيولز توجذر عشان يكون لي الفاتي اسيد. هلا واي انرجي؟ لانه انا من فاتي اسيد لاسيت الكو اي انا عم بكسر بالفاتي اسيد، فبالتالي بكسر روابط، فبالتالي الدلتا جي از نيجاتيف، فانا راح اطلع طاقه. بينما الاسيت الكو اي لا فاتي اسيد يعني من مولكيولز كتير صغار لا مولكيول لا مركب كبير، بدي اكون روابط، فبالتالي الدلتا جي از نيجاتيف is positive عفوا، فبدي ATP عشان يصير delta G is negative. وهلأ رح نحكي عن البيو انيرجيتكس للفاتي أسيد. هلأ عم بحكي لي في terms of the thermodynamic the overall اللي هو pathway للفاتي أسيد degradation للأسيتيل كو اي بالبيتا أوكسيديشن رح يكون كلياته exergonic نفس ما حكينا قبل شوي that proceed اللي هي with negative delta G، بينما الـ opposite reaction اللي هي الـ production للفاتي أسيد من الأسيتيل كو اي هو endergonic reaction اللي هي الـ proceed by positive دلتا جي. هلا بحكي لي عشان هيك different pathway عندهم different enzymes اللي هي البروسيد، بينما مقارنة في الانزيمز اللي يستخدموا في تكوين الأسيتيل كو اي من الفاتي أسيد. فهذا الاشي نفس الشيء مقارنة الجلوكوز الجلايكوليسيس بالجلوكونوجينيسيس، التنتين معاكسات بعض ونفس العمليات، واحدة من الجلوكوز
لا بتفككها للبايروفيت والتاني من البايروفيت للجلوكوز، بس هم بيستخدموا ديفرنت انزيم. تمام. هلا بما انه عملية التصنيع الفاتي اسيد هي بوزيتيف دلتا جي، فانا شو بدي استخدم؟ بستخدم اي تي بي يلي بتفككها، يلي رح تنتج لي طاقة، فبالتالي بصير النيجاتيف دلتا جي وبتنحل المشكلة، فبصير كلياته اكزيرجونيك رياكشن. هلا رح احكي لي عن الفاتي اسيد ديجريديشن اند السينثيسيس، رح يقارن لي بين الديجريديشن وبين السينثيسيس. هلا بحكي لي عن الفاتي اسيد ديجريديشن اللي هي اوكورز ثرو ا سيريز اوف رياكشن شون اس اوكسيديشن بعدين هايدريشن بعدين اوكسيديشن بعدين ثيولوسيس، نفس ما حكينا بالفيديوهات السابقه. هلا عم بحكي لي انه بحول لي الفاتي اسيد من اسيل كو اي تو اسيتيل كو اي، نفس ما كنا بنعرف. هلا عم بحكي لي بالنسبه للفاتي اسيد سينثيسيس رح يحول لي الاسيتيل كو اي اول شيء لمالونيل كو اي، هاي هي الفيرست ستيب في الرياكشن باث واي. تمام. هلا بعدين رح يتبع لي بعد ما يتحول الاسيتيل لمالونيل رح يتبع لي اللي هي العمليات كوندنسيشن بعدين ريدكشن بعدين ديهايدريشن بعدين ريدكشن رياكشنز، وهدول لاحظوا انهم عكس الاكسديشن اللي هم كانوا اول شيء اللي هي الثيوليسيز اللي هي عكس كوندنسيشن، وبعدين هنا اوكسيديشن عكس الريدكشن، وهنا هايدريشن عكس الديهايدريشن، وهنا اوكسيديشن عكس الريدكشن رياكشن. هنا عم بحكي لي في حالة السينثيسيس اللي هي فرح ينتج لي بالاخر اسيل كو اي until all اسيل كو اي اسيتيل كو اي is eventually اللي هي transformed لاسيل كو اي، نفس شغلة الاكسيديشن اللي بحول لي كل الاسيل كو اي لاسيتيل كو اي، بس هون كل بدي حول لي كل الاسيتيل كو اي لاسيل كو اي. هياتو هون عم بحكي لي نفس الشيء انهم الاوبزيت عكس بعض، هياتو عم ببلش من الاسيتيل كو اي لمالونيل كو اي بعدين كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن اللي هو معكس اللي هي البيتا اوكسيديشن اللي بتصير في حالة الديجريديشن. وعم بحكي لي بالنسبة للانترميدييتس في البوث باثويز ار فيري سيميلر كيميكالي، وبحكي لي بالنسبة للاوكسيديشن بتصير في الميتوكوندريا بينما الفاتي اسيد سينثيسيس بتصير في السيتوبلازم. واحنا حكينا انه ليش بتصير اصلا في الميتوكوندريا الاوكسيديشن؟ عشان على طول بس ينتج عندي اسيتيل كو اي على طول تفوت في السيتريك اسيد سايكل وتنتج لي الطاقة. هلا رح احكي عن الكربوكسيليشن للاسيتيل كو اي. اول ستيب نفس ما حكينا في الفاتي اسيد سينثيسيس اني احول اعمل كربوكسيليشن للاسيتيل كو اي عشان انتج المالونيل كو اي. تمام. هلا كيف بدي اعمل كربوكسيليشن؟ بدي اضيف عليها سي او 2. من وين بدها تيجي السي او 2؟ يلي هي من البايكربونات اللي هي ادد از ا كربوكسيل جروب. تمام. المالونيل كو اي راح تكون عندها تو فانكشنال جروب اللي هي عندها داي كربوكسيليك اسيد formed of 3 carbon atom، يعني هو بتكون 3 carbon atom هي هاي الاستكشر تاع المالونيل كو اي 3 carbon atom وبتحتوي على 2 كربوكسيليك اسيد وكو اي. تمام. هلا عم بحكي لي بالنسبه بيشبه لا السكسين الكو اي تركيبه، بس اللهم السكسين الكو اي هو عباره عن داي كربوكسيليك اسيد مكون من 4 كربون مش من 3 كربون اتوم. هلا عم بحكي لي بده اي تي بي، عمليه هاي الكربوكسيليشن بدها اي تي بي. ليش؟ هي تكوين رابطه لانها تمام لانها اندرجونيك رياكشن، بينما عمليه تكسير شو اسمها تكسير هاي الرابطة نفس ما حكينا هي بتنتج طاقة، فبالتالي هي ان اكزرجونيك اللي هي عملية الديكربوكسيليشن، بينما عملية الكربوكسيليشن اللي هي مثل الكاتالايزد اللي هي البايروفيت كربوكسيليز او البروبينيل كو اي كربوكسيليز اللي هي بتحتوي بدها الاي تي بي، بينما الديكربوكسيليشن رياكشن ار اولويز اكزرجونيك وايل الكربوكسيليشن رياكشن ار اولويز اندرجونيك. هاي قاعدة عامة. تمام. هلا بحكي لي هون عن الرياكشن، بحكي لي هذا التفاعل اللي هو تحول الاسيتيل كو اي للمالونيل كو اي كاتالايزد باي الاسيتيل كو اي كربوكسيليز اللي بيحتاج لبيوتن. تمام. ليش بيحتاج لبيوتن؟ از ا كو فاكتور اند از ا فيتامين اند اتس ا فيتامين، عشان يحمل لي الكو اي اللي هي يعملها يحمل لي الاكتيفيتد كو اي عفوا يحمل لي الاكتيفيتد سي او 2 تو بي ادد از ا كاربوكسيل جروب، بيحمل لي السي او 2 على شكل اكتيف فورم اللي هي على شكل كاربوكسيل جروب عشان يضيف لي اياها لا الاسيتيل كو اي بيتحول لمالونيل كو اي، وهي هذا التفاعل يعتبر الريت ليميتنج ستيب وهو اصلا الفيرست ستيب في الفاتي اسيد سينثيسيس باث واي. هلا رح نحكي عن الفاتي اسيد سينثيز. هلا بحكي لنا عن الاول ريميننج رياكشن من الفاتي اسيد سينثيز باث واي، بصير لهم كاتالايزنج بانزيم كومبلكس اسمه فاتي اسيد سينثيز. هلا هذا الفاتي اسيد سينثيز عباره عن مالتي فانكشنال انزيم كومبلكس بيحتوي على سيفيرال اكتيف سايتس. هلا هو عباره عن دايمر. كيف يعني دايمر؟ يعني بيتكون من تو ايدنتيكال تشينز، كل تشين
بحكي لي بيعمل كاتالايزز لديفرنت جروب اوف رياكشن. فعشان هيك الون تشين هي مش كافيه وحدها عشان تعمل لي الفاتي اسيد سينثيسيس باث واي تعمل له كاتالايز. فعشان هيك هي بدها تو تشينز عشان يعملوا لي الكاتالايزيشن للفاتي اسيد سينثيسيس باث واي. فالايتش has 7 catalytic activities. فالإنزيم كومبلكس كون هذا الإنزيم كومبلكس بيحتوي على ثيولي جروب في its active site. هسا one of its activity للكومبلكس activity اللي هي doing اللي هي الكوندنسينج إنزيم. إذن واحدة من الأشغال لهذا الكومبلكس is the activity of condensing enzyme with اللي هو هاي اللي هي SH group اللي هي زي ما بيحكوا الثيول group. تمام. وبيحتوي كمان برضو على دومين اللي اسمه acyl carrier protein. هذا acyl carrier protein بيحمل intermediates during catalysis مثل الأسل الأسيتيل والمانولين group are intermediates carried by acyl carrier protein. والacyl carrier protein بيرتبط بالفوسفوبنتاثين group that contains a reactive thiol group. وهلا رح نحكي عن الستركشر للacyl carrier protein. هلا رح يحكي عن الستركشر للacyl carrier protein. بيحكي عن الفوسفوبنتاثين group هو part جزء من الacyl carrier protein. تمام. هلا الفوسفوبنتاثين group من شو بيتكون؟ هاد بيتكون من pantothenic acid بتكون من 1 فوسفات جروب. هاي غلط في موجودة في الأخطاء. 1 فوسفات جروب مكونة من بروتين. تمام. هاي الستركشر تحديدا. هلا الستركشر بشبهكم في إشي مر علينا إيش هو اللي هو الكو اي تتذكروا. تمام. هلا بحكي لي خلينا هلا في تركيب الأسر كارير بروتين اللي هي فوسفوبنتاثين جروب. حكينا إنه بيتكون من بانتوثينيك أسد. هاي البانتوثينيك أسد وهو اللي بيحتوي على الثيول جروب اللي هي رياكتيف بارت اوف ذا شو اسمها جروب of the pantothenic group. تمام. وبيحتوي على فوسفات نفس ما حكينا وبيحتوي على بروتين. تمام. هلا شو بيختلف هذا عن الكو اي؟ بيختلف عن الكو اي لانه الكو اي في الريبوز شوغر ومربوط في الادينين هون كان, بينما هنا الفوسفوبنتاثين جروب بيحتوي على بانتوثينيك اسيد مربوط في البروتين ومربوط في 1 فوسفات جروب. هاي هي كل القصه. هلا رح نحكي عن الفاتي اسيد سينثيسيس. بحكي لي بالنسبة للأستيل جروب راح تتصل بالكوندنسينج إنزيم عن طريق هاي إنرجي ثيو إستر بوند. الأستيل جروب يلي اتصلت بالكوندنسينج إنزيم راح تضاف للمانونيل يلي راح يتصل بالأسيل كارير بروتين باي أ كوندنسيشن رياكشن. والمانونيل هياته هاي الأستيل المرتبطة بالكوندنسينج إنزيم راح تضاف للمانونيل المرتبط بالأسيل كارير بروتين, والمانونيل راح يروح يعطيها 2 كاربونز للأسيتيل ورح يتكون عندي الكيتو أسل أسل كارير بروتين ورح يطلع عندي الكوندنسينج إنزيم ورح يطلع عندي CO2 من الرياكشن. هلا بحكي لي بالنسبة ورح يتكون عندي كيتو أسل أسل كارير بروتين طبعا N plus 2 ليش لأنها أخذت 2 كاربونز من المانولين للأسيتيل. بحكي لي بالنسبة للكيتون جروب الموجودة على البيتا كاربون اللي هي كاربون نمبر 3 للكيتو أسل أسل كارير بروتين بصير لها ريدكشن عن طريق 3 خطوات من التفاعلات ل CH2 عشان تكون لي الأسل أسل كارير بروتين. والأسل ليش بنحكي عن الأسل إنها أسل؟ لأنها بتمثل لي أي نمبر من الكاربونز. هلأ بحكي لي بالنسبة للأسل أسل كارير بروتين راح تستمر ثرو انذر سايكل عبين ما انها تكون العدد النهائي من الكربونات وبالتالي يكون الفاتي اسيد النهائي اللي هو البرودكت. هلا الاسيد جروب بصير الالونجيتد باي 2 كاربونز ات ايتش سايكل. كل سايكل نفس ما كان بنضاف 2 كربون اللي هي من المانولين. هلا بحكي لي ايش هي اللي بيخلي التفاعل هذا انه يعمل له لفورورد يعني درايفز ات تو فورورد هذا يخليه يمشي يعني اللي هو الكليفج اوف هاي انرجي تايو استر بوند بتوين الاسل عند الكوندنسينج انزيم. نفس ما حكينا انها بتطلع هون الكوندنسينج انزيم ما بيضل ليش لانها بترتبط الكيتو اسل بالاسل كارير بروتين بينما الكوندنسينج انزيم بيطلع. والاشي الثاني اللي بيخلي التفاعل انه يمشي انه السي او 2 بتطلع اللي هي هيات هذا اكزرجونيك رياكشن اوف ديكربوكسيليشن ذات ريليز السي او 2. هلا عم بحكي لي بالنسبة إيش هو السورس للسي أو تو يلي صار للريليز. تذكروا السي أو تو يلي انضافت للأسيت الكو اي عشان يكون للمانون الكو اي هي بس تنضاف للأسيت الكو اي عشان تعمل لها بس اكتيفيشن بينما بس عشان هي تعملها بريبير للكوندنسيشن بس يصير كوندنسيشن على طول بتطلع السي أو تو. هي نفسها هي السي أو تو نفسها بتطلع يعني بتدخل وبتطلع. تمام. فهذا السي أو تو هو اسنجيل ضروري للفاتي أسيت سينثيسيس
تمام، وهو بنضاف للرياكشن وبعدين بصير له released في الفولوينج ستيب. و CO2 is needed only in catalytic amount، بس اللي هي this CO2 will be will not be consumed، ما بستخدم في التفاعل. ليش؟ نفس ما حكينا، لانه بفوت بخطوة وبيطلع بالخطوة الجاية. وعم بيشبه لي هنا ان الاديشن لل CO2 بالconverting البيروفيت للاوكسالو اسيتات، اللي هي عملية انها بتطلع بالخطوة اللي بعدها. هياتها CO2 is released after several steps of that reaction. وهنا عم بحكي لي نفس اللي صار، هي اللي طلعت عندي اللي هي الكوندنسنج انزيم، طلع عندي CO2، تكون عندي الكيتو اسيل اسيل كارير بروتين. هلا رح نيجي نحكي عن الريدكشن اوف كيتو اسيل جروب. تمام، هدول الخطوات رح اشرحهم هلا على الرسمه. انه اول شيء هون شو بتكون في عندي؟ بيكون في عندي كيتو اسيل عادي اسيل كارير بروتين، بيجي عليه الان اي دي بي اتش بيعمل له ريدكشن للكيتون جروب، بيعملها ريدكشن للكحول جروب. تمام، بعدين ايش بصير في عندي؟ بصير في عندي دي هايدريشن، اللي هي بانشال جزيء مي من هون الاو اتش جروب، تنشال وبتنشال اتشاي من هون اللي هي 1 اتوم اوف هيدروجين، فبيطلع على شكل مولكيول اوف ووتر، فبيتكون عندي دبل بوند. بعدين بصير في عندي انذر ريدكشن رياكشن عن طريق الان دي بي اتش، وبيتكون عندي الاسل اسل كارير بروتين. وبيحكي لي بالنسبه للسينتيز رياكشن، نفس ما حكينا انه هو كيميكالي اوبوزيت للاكسديشن رياكشن. وبيحكي لي بالاكسديشن رياكشن، اول اشي تتذكروا لما كنا بنحكي انه في عندي اف اي دي اتش 2 بصير له ريليست، بعدين بصير في عندي هايدريشن رياكشن، وبعدين اللي هي الان اي دي اتش بصير له ريليست، اللي هي اكسديشن هايدريشن بعدين اللي هي اوكسيديشن. هنا عكس الشيء، عكسها هنا ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن، يعني عكس بعض كيميكلي. هلا رح نحكي عن السمري اوف سينثيز للبالماتيت اللي هي باي فاتي اسيد سينثيز. هلا رح اشرح عن السينثيز اوف بالماتيت باي فاتي اسيد سينثيز. البالماتيت نفس ما حكينا انه هو 16 كربون وهو ساتوريتد فاتي اسيد. هلا بالنسبه للاسيتيل جروب بصير لها ادد للاسيل كارير بروتين، نفس ما هو موضح بالشكل، هي بتقعد هون، بعدين بتروح الاسيتيل جروب بتروح على الكوندنسنج انزيم نفس ما حكينا، بعدين بتيجي المالونيلكو بتقعد على الاسيل كارير بروتين، بعدين شو اسمه بصير في كوندنسيشن بين الاسيتيل جروب وبين المالونيل جروب، وبتطلع عندي السي او 2 و شو اسمها، وبيتكون عندي الكيتو اسيل اسيل كارير بروتين. بعدين بصير في عندي خطوات اللي هي الريدكشن، بعدين الديهايدريشن، بعدين الريدكشن، واللي رح ينتج عندي اللي هو الاسيل اسيل كارير بروتين بينتج. وبالنسبه للاسيل جروب از ترانسفيرد فروم الاسيل كارير بروتين تو كوندنسنج انزيم اللي هي اند ذا السايكل از ريبيتد. اذا بتصير السايكل تتكرر لحد ما يوصل عندي العدد النهائي من الكربونز اللي انا بدي اياهم. هلا عشان اني انتج البالماتيك اسيد ب 16 كربون، هلا الهول سيريز اوف رياكشن از ريبيتد كم من مره؟ 7 مرات. كيف 7 مرات؟ اول اشي اول سايكل مش بينتج عندي 4 كربونز اللي هم تنتين من الاسيتيل وتنتين من المالونيل، طلع عندي 4 كربون، بطرحهم 16 ناقص 4 بطلع عندي 12. تمام، وبكل سايكل انا بضيف 2 كربون، معناته 12 تقسيم 2 اللي هي بيطلع قد ايه؟ عفوا 16 ناقص 4 اللي هي بتطلع 12 تقسيم 2 اللي هي 6، وهي اول سايكل معها 7. تمام، هلا تمام، هلا how many cycles of synthesis للبالماتات احنا استخدمنا؟ اكيد 7 نفس ما حكينا، اللي هم 6 واضفنا لهم اول سايكل اللي هم 7. تمام، هاو ماني المالونيل كو اي موليكولز ار نيدد؟ اكيد كمان 7. ليش؟ لانه كل سايكل انا كنت احتاج مالونيل كو اي اللي هي بتعطيني 2 كربونز. هلا هاو ماني اسيتيل كو اي اللي هي موليكول ار نيدد؟ اكيد 1. ليش 1؟ لانه انا بحتاج بس اول اسيتيل كو اي تكون مرتبطه بالكوندنسنج انزيم عشان تبني لي اول 2 كربونز من الفاتي اسيد تشين، وبعدين عادي بتكمل بصير في عندي فاتي اسيل وبصير اكمل عليه، مش شو اسمه الاسيتيل كو اي. تمام، هلا بحكي لي اكمل ان اي دي بي اتش موليكول، انا بدي 14. ليش 14؟ لانه بكل سايكل انا بستخدم 2 ان اي دي بي اتش، فبالتالي رح ينتج عندي 14 ان اي دي بي اتش انا بدي اياهم عشان شو اسمه اكون عندي البالما تيت. هلا رح نحكي عن البرودكشن اوف سيتوسوليك اسيتيل كو اي فور فاتي اسيد سينثيسيس. هلا نفس ما حكينا انه الفاتي اسيد سينثيسيس بصير في السيتوبلازم، بينما
السينثيسيس للأستر كو ايه بس بده عشان الفاتي أسيد سينثيسيس يصير بده الأستر كو ايه صح؟ طب والأستر كو ايه وين بصير؟ بصير في الميتوكوندريا اللي هي ميتوكوندريا الماتريكس عن طريق البيروفيت دي هيدروجينيز. يعني البيروفيت بيتحول لأستر كو ايه عن طريق البيروفيت دي هيدروجينيز وين؟ في الميتوكوندريا الماتريكس. تمام. طب انا بدي الأستر كو ايه تطلع برا الميتوكوندريا الماتريكس عشان شو اسمه عشان يشارك بالفاتي أسيد سينثيسيس يلي بصير بالسيتوبلازم. فلهيك الانر ميتوكوندريا الممبران كلنا بنعرف انه هو امبيرميبل فور أسيتيل كو اي تو ذا سيتوبلازم تو بي يوتيلايزد ذير فور فاتي أسيد سينثيسيس. تمام. تو ترانسبورت الأسيتيل كو اي تو ذا سيتوبلازم الأسيتيل كو اي از باوند تو ذا اوكسالوأسيتيت اند الكو اي از ريليزد برودوسينج سيتريت in a reaction catalyzed by citrate synthase. هاي مش dehydrogenase موجودة في الأخطاء. citrate synthase اللي هي أول first step لل شو اسمها citric acid cycle. تمام. بحكي لي في هاي في حالة إنه يكون في عندي low energy availability يعني low ATP ما عنده citric acid cycle لازم تضلها مستمرة عشان تنتج الـ ATP. تمام. وراح تحول لي الستريت لايزو ستريت. بينما في حالة يكون في عندي هاي هي غلط مش لو لما يكون في عندي هاي اي تي بي افيلابيليتي معناته الايزو ستريت دي هيدروجينيز راح يصير له بلوك وبالتالي الليفل للايزو ستريت والانكريز راح يصير له في اكوميوليشن. تمام. والكونسيكوينتلي الليفل للستريت راح يزيد برضه. تمام. هلا بالنسبة للهاي ستريت ليفل في الميتوكوندريا راح يؤدي ل انه يعبر الستريت من الميتوكوندريا الماتريكس لوين للسيتوبلازم ثرو ستريت ممبرين بروتين كارير. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للسيتوبلازم هياته اوكسالو اسيتيز راح يرتبط بالاستر كو اي طلع عندي الكو اي وانتج الستريت. الستريت طلع عن طريق الميتوكوندريا الماتريكس طلع على السيتوبلازم بس وصل للسيتوبلازم يعني ان شو اسمه صار نصين يلي هم مين الاوكسالو اسيتيت والاستر كو اي. تمام. هلا هذا التفاعل مش نفسه اللي هو اول تفاعل بالستريك اسيد سايكل. لا مش يعني هاد مش انعكاس هاد ابدا. لا هذا بيصير في انزيم كمان مختلف عن هاد وبيحتاج هذا لاي تي بي بينما هاد ما بيحتاج لاي تي بي. ليش هذا ما بيحتاج لاي تي بي؟ لانه اتكسرت الرابطه بين اسيتيل بين الاسيتيل وبين الكو اي اللي هي الرابطه هاي الغنيه بالطاقه وتكونت الرابطه بين الاسيتيل والاوكسالو اسيتات. يعني استخدمت الطاقه اللي انكسرت هون بتكوين هاي الرابطه وانتاج الستريت فعشان هيك ما احتاجنا لاي تي بي. بينما هون بالستريت لما اتكسرت لاوكسالو اسيتات واسيتيل كو اي هي رح تتكسر اصلا الستريت لاوكسالو اسيتات والاسيتيل. تمام. انا بدي اسيتيل كو اي يكون لي مش اسيتيل عشان هيك انا بضيف الكو اي فاضافه الكو اي للاسيتيل بدها اي تي بي عشان هيك انا استخدمت اي تي بي واسم الانزيم اللي هو اي تي بي سيتريت لايز. اي تي بي سيتريت لايز ليش؟ لانه استخدم الاي تي بي واسم والاسم شو اسمه المركب اللي دخل عنا اللي هو السيتريت واللايز لانه كسره. هلا رح احكي لي عن الفات للاوكسالواسيتات. بحكي لي بالنسبه للاوكسالواسيتات ما رح يقدر انه يفوت على الميتوكوندريا مره تانية فعشان هيك رح يصير له ريدكشن للمالات. بالنسبه للمالات ممكن انه يدخل على الميتوكوندريا فعشان هيك رح خلال الفاتي اسيد سينثيسيس المالات رح يصير له اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن لبايروفيت اللي هي وين بيصير هذا الحكي في السيتوبلازم. فهذا انزيم اسمه سيتوسوليك مالات دي هيدروجينيز. حلو. هذا الانزيم بحكي لي هو ديفرنت عن الانزيم يلي هو اسمه المالات دي هيدروجينيز يلي بيعمل كاتالايزيشن لللاست ستيب اوف ذا تراي شو اسمها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي هي ستريك اسيد سايكل. هي غير عنها. تمام. بحكي لي بالنسبة تمام شو هذا الادفانتج تبعت الكونفرتنج المالات للبايروفيت. الكونفرشن بروديوسز الان اي دي بي اتش يلي انا بدي اياه اصلا في عملية الريدكشن رياكشن اللي هي بالفاتي اسيد سينثيسيس بات واي يلي هنا اصلا كاتبينها ان اللي هي البرودكشن للان اي دي بي اتش بكون عن طريق شغلتين اما بالبنتوز فوسفيت باث واي او بالان اي دي بي ديبندنت مالات دي هيدروجينيز. هاي هي الفات اوف اوكسالو اسيتات. اول شيء نفس ما حكينا الاوكسالو اسيتات بيتحول لمالات عن طريق اللي هي المالات دي هيدروجينيز وبيحتاج لان اي دي اتش نوت ان اي دي بي اتش. وهنا المالات بيتحول لبايروفيت عن طريق السيتوسيليك مالات دي هيدروجينيز. بيختلف هذا الانزيم عن هاد وبينتج الان اي دي بي اتش هون بهاي
الحالة. وهنا عم بحكي لي هاي بحكي بلخصت إياها كلياتها، إنه بس يطلع الستريت من الميتوكوندريا بينقسم لاثنين اللي هو أوكسالو أسيتات والأسيتيل كو إيه. بعدين الأوكسالو أسيتات نهايته إنه بصير له أول شيء ريدكشن للمالات، والمالات عن طريق اللي هي المالات دي هيدروجينيز، وبعدين اللي هي أصلا انعكاس للاست ستيب بالستريك أسيت سايكل. بعدين المالات بصير له اكسيديشن للبايروفيت، وبينتج عندي ان دي بي اتش، والبايروفيت برود بفوت على الميتوكوندريا بشكل عادي وبيتحول بعدين الاوكسالو اسيتات. هلا رح نجي نحكي بسيط 24 ان شاء الله. هلا هون عم بيراجع لي انه الاسيتيل كو اي كيف رح تطلع من الميتوكوندريا، هذا كلياته حكينا عنه كله بالضبط. وهون عم بحكي لي عن انه في عندي سيتوزاليك مالات دي هيدروجينيز، هذا برضه حكينا عنه يلي له اسم تاني اللي هو ان اي دي بي ديبندنت مالات دي هيدروجينيز. واحنا حكينا حطينا سيتوزاليك مالات دي هيدروجينيز عشان نميزه عن المالات دي هيدروجينيز يلي بيصير باللاست ستيب للسيتريك اسيد سايكل. وحكينا انه ال ان اي دي بي اتش از برودوسد باي ذس رياكشن اند از ريكوايرد فور فاتي اسيد سينثيسيس نفس ما حكينا. والبرودكشن لل ان اي دي بي اتش اما بكون عن طريق البنتوز فوسفات باث واي، او بكون عن طريق ال ان اي دي بي ديبندنت مالات دي هيدروجينيز يلي بيحول المالات للبايروفيت. هلا بحكي لي البايروفيت هي بس ترد ترجع للميتوكوندريا الماتريكس اللي هي بصير لها كربوكسيليت عن طريق البايروفيت كربوكسيليز للاوكسالو اسيتيز. تذكر البايروفيت كربوكسيليز اي شيء كربوكسيليز بيحتاج لبيوتن، تمام؟ وهذا البايروفيت رح يتحول لي لأوكسالو أسيتات زي ما هو مبين من هون، ورح يرجع أوكسالو أسيتات. يعني أوكسالو أسيتات اللي طلع رح يرجع هون، بينما الأسيتيل كو اي اللي طلعت من هون من الستريت لما تفككت رح شو اسمها تصنع لي أو رح تشتغل بتصنيع الفاتي أسيتس، تمام؟ بحكي لي هون شوفي إنه الهدف من هاي السايكليك رياكشن اللي هي نفس ما حكينا اللي هي تبعت بتطلع الأوكسالو أسيتات وردة دخلت على الميتوكوندريا. هاي الهدف من هاي السايكليك رياكشنز is to export الأسيتيل كو اي from the mitochondria to the cytosol along with this reaction NADPH is produced but some energy is also required. نفسر كل إشي. هي تطلعت عندي الأسيتيل كو اي اللي نفس ما حكينا إنها رح تستخدم في الفاتي أسيد سينثيسيس، وراح يطلع عندي NADPH نتيجة اللي هي تحول المالات للبايروفيت. هي طلعت عندي NADPH اللي استخدمتها برضو بالفاتي أسيد سينثيسيس، وكمان استخدمنا بعض الانرجي اللي هي في تكوين اللي هي الأسيتيل كو اي هون اللي هي حطينا ATP، تمام. هلا راح يحكي لنا عن الريجوليشن للفاتي أسيد أوكسيديشن and سينثيسيس، إنه كيف بصير لهم تنظيم، تمام. هون عم بحكي لانه سينثيسيس والديجريديشن اللي هي الاوكسيديشن للفاتي اسيد لازم انها تتنظم. بحكي لي بطريقه انه ما يصير اللي هي السينثيسيس والديجريديشن بنفس الوقت. ليش؟ لانه اذا هذا الاشي صار رح يصير في عندي ضياع للطاقه، وهذا الاشي ما بصير انه يكون موجود في الخليه. عشان هيك انا رح اعمل ريجوليشن للاوكسيديشن ورح اعمل ريجوليشن للسينثيسيس بمجموعه طرق. هلا رح نيجي نحكي عنهم بالتفصيل. ريجوليشن للفاتي اسيد سينثيسيس دان باي اول شيء ريجوليشن للاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. عم بحكي عن الانزيم اللي بيسر له ريجوليشن اللي هو الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز اللي هو بيعمل كاتالايزيشن للفيرست ستيب للسينثيسيس اوف فاتي اسيد، تمام. والفيرست ستيب نفس ما حكينا اللي هي الكوميتد ستيب اللي هي الكربوكسيليشن للاستر كو اي للمالونيل كو اي عشان يصير المالونيل كو اي اللي هي which is used for fatty acid synthesis. هلا هاي الريجوليشن كيف بتصير؟ عن طريق الالوستريك ميكانيزم. الالوستريك ميكانيزم شو يعني؟ يعني انه small molecules اللي هن can bind to the enzyme and this binding اللي هي leads to an increase or decrease في الاكتيفيتي تاعه. يعني في عندي مركبات كتير صغيرة او مولكيولز كتير صغيرة بتروح بترتبط في الانزيم وبتغير لي من وظيفته، اما بتزيدها او بتزيد سرعتها يعني او بتبطئ من سرعتها، تمام. هلا بحكي يعني الاكتيف فورم لا الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز على شكل بوليمر بتكون. سو ذا مولكيول بحكي لي منار بتصير اجريجيت او بوليمرايز together to form اللي هي الاكتيف انزيم، تمام. اذا ايش شكل الانزيم لما يكون اكتيف؟ هو بيكون على شكل بوليمر، تمام. هلا ايش هي اللي بيعمل استيميوليت للكونفرجن لل اتس اكتيف فورم، يعني من inactive للاكتيف فورم للانزيم اللي هو الستريت. ليش؟ لانه الستريت بدل ارتفاعه على شغلتين، انه البيلدينج بلوك اللي هو الاستر كو اي موجود بوفره. ليش؟ لانه الخليه بتاخذهم عشان تصنع الستريت زي ما بنعرف،
وانه الانرجي اللي هي is available because the high level من الانرجي leads to export citrate to the cytosol. نفس ما حكينا قبل شوي انه كيف بنقدر نطلع الاستر كو برات الميتوكوندريا. تمام هلا so the condition اللي هي plenty of building block اللي هم الاستر كو and plenty of energy is suitable for fatty acid synthesis. اكيد نفس ما حكينا. تمام هلا بالنسبه للستريت بحكي لي هو عباره عن early precursor للاستر كو اي. So the high level من الستريت means high level من الأستيل كو اي. So الستريت stimulates اللي هي the conversion of the from inactive to the active form للإنزيم. شو اسم الريجوليشن باي الستريت اللي اسمها feed forward. feed forward ليش؟ لأنها الستريت أصلا اللي هي بتحتوي على الأستيل كو اي اللي هو أصلا من أول المكونات تاع اللي ببني على الفاتي أسيد سينثيسس. عشان هيك feed forward بتكون. بينما اللونج تشين فاتي أسيد رح تشتغل كنيجاتيف فيدباك انهيبيتور. فبتعمل انهيبيشن للكونفرجن للانزيم تو اتس اكتيف فورم. ليش؟ لانه اللونج تشين فاتي اسيد كو اي اللي هو عباره عن الاند برودكت للفاتي اسيد سينثيسس. ودائما احنا نفس ما بنعرف انه الاند برودكت لاي شيء لاي تفاعل بيروح الاكوميوليشن تاعه بيروح بيعمل اللي هي فيدباك انهيبيشن للفيرست انزيم. فعشان هيك السول accumulation of the end product should inhibit this enzyme. هلا الجنرال رول نفس ما حكينا ال end product act as as a negative feedback inhibitor of an early enzyme. حلو هلا نفس ما حكينا هون الأستيل كو اي كاربوكسيليز كيف رح يتحول ل its active form على شكل بوليمر عن طريق الستريت بيعمل له activation. بينما اللونج تشين فاتي أسيل كو اي اللي هو last product رح يعمل له inhibition اللي هو هاد inhibition. تمام وهذا لما يصير اللي هو أستيل كو اي كاربوكسيليز لما يصير في حالة البوليمر اللي هي الاكتيف فورم راح يحول لي الأستيل كو اي للمالونيل كو اي بوجود ال CO2 and ال ATP as a product as a reactant. تمام هلا رح نحكي عن الفوسفوريليشن. الفوسفوريليشن للإنزيم نفسه اللي هو ال الانزيم اللي هو الاستيل كو اي كاربوكسيليز. هلا في له حالتين active form اللي هو بكون في الديفوسفوريليتد فورم بينما الانactive form بكون في الفوسفوريليتد فورم. طب ليش هذا الحكي؟ لانه تتذكروا شو اسمها الاستيل كو اي كاربوكسيليز انه هو بيحول الجلوكوز لفاتي اسيد. فبالتالي لما يتحول هذا راح يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم. تمام طب هذا الانزيم بيقلل من مستوى الجلوكوز في الدم وانا ما بدي اصلا في حاله البرولونجد فاستنج انه يقل مستوى الجلوكوز في الدم. فعشان هيك شو بروح بعمل راح يزيد مستوى الابنفرين وراح يزيد مستوى الجلوكاجون. عشان هيك راح يرتفع في الدم فراح يحفز لي الاشي اسمه سايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كايناز انه يروح يعمل فوسفوريليشن لمين للانزيم اللي هو الاستيل كو اي كاربوكسيليز. فبالتالي بيخليه في الانكتيف فورم راح يحوله من اكتيف للانكتيف فورم. ونفس ما حكينا انه جنرال رول اللي هي ادينج الفوسفات جروب لا انزيم بيقلل من استهلاك الجلوكوز يعني بيزيد من الافيلابيليتي للجلوكوز. فهذا الاشي راح يخلي اللي هو الفوسفوريليشن راح يخلي الانزيم اللي هو انكريز ذا ليفل اوف جلوكوز ويل كونفرت ات انتو اكتيف انزيم. اذا الفوسفوريليشن فورم في حاله الانزيم اللي بيزيد الجلوكوز في الدم هذا بكون الاكتيف فورم له. تمام اما في حاله الفوسفوريليشن للانزيم يلي بيستهلك الجلوكوز هذا بكون بيعمل له انهيبيشن. اذا بيعمل له انهيبيشن. ومثال على نفس ما حكينا الاستيل كو اي كاربوكسيليز بيعمل كاتالايز ذا كونفرجن اوف جلوكوز للفاتي اسيد. فعشان هيك الفوسفوريليتد فورم بتعمل له انهيبيشن. والجلايكوجين سينثيز برضه هو بياخذ الجلوكوز عشان يبني الجلايكوجين. فعشان هيك الفوسفوريليتد فورم بتعمل له انهيبيشن. هلا هاي جلوكاجون والابنفرين اللي هم الهرمون الكنترول اللي نفس ما حكينا في البرونجيت فاستنج اصلا بتزيد راح تزيد السايكليك اي ام بي وراح وهذا بيدل انه البلد جلوكوز از لو لما يرتفع مستواهم هذول الاثنين في الدم. وكمان الجلوكوز ان ذس كيس ودنت بي يوزد فور فاتي اسيد سينثيسز. يعني انا ما لازم اني استخدم اصلا الجلوكوز عشان اصنع الفاتي اسيد وهو اصلا انا ما عندي جلوكوز في حاله الفاستنج. فعشان هيك ليش؟ لانه الفاتي اسيد اصلا يعني اذا حولت الجلوكوز لفاتي اسيد مو سهل انه الفاتي اسيد يتحول لجلوكوز مره ثانيه ابدا.
والبروتين فوسفاتيز بيروح بي 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 شو اسمه بيعمل عكس هذا الاشي. في حالة انه بس يرتفع الجلوكوز في الدم راح يزيد الانسولين، فلما يزيد الانسولين راح يحفز البروتين فوسفاتيز انه يشيل الفوسفات جروب عن الانزيمز، فبالتالي يخليهم في حالة الاكتف فورم. تمام هياته اذا الانسولين افيلابل هذا راح يؤدي انه هذا راح يعني انه الكربوهيدرات افيلابل، so it should stimulate the conversion of glucose into fatty acid. تمام، وهي الرسمة بتوضح اللي حكينا انه بس يزيد الانسولين رح يزيد البروتين فوسفاتيز حيعمل له رح يحول الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز لإتس اكتف فورم، ولما يزيد الجلوكان هلا الإتس ان اكتف فورم في حالة الجلوكاجون والابنفرين، فبالتالي اصلا كمية الجلوكوز بتكون قليلة في الدم، فرح تحول لي الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز لإتس ان اكتف فورم باي فوسفوريليشن عن طريق السايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كايناز اللي هو الانزيم، ورح يستخدم لي الاي تي بي. ليش؟ لانها الاي تي بي هي نفسها اللي رح تعطي الفوسفات جروب لهذا انزيم. هلا بحكي لي بالنسبه للاماونت اوف انزيمز، الاماونت اوف انزيمز بحكي لي بتزيد اللي هي البرودكشن للانزيمز هدول في حاله اللي هم اصلا متضمنين بالفاتي اسيد سينثيسيس مثل الفاتي اسيد سينثيز والمالات دي هيدروجينيز. تذكر المالات دي هيدروجينيز اللي كان اصلا بس يطلع الاوكسالو اسيتات يروح يعمل له ريدكشن في السيتوسول لا شو اسمها للمالات، وبعدين المالات في عندي سيتوسيليك وبحولها لبايروفيت وهكذا. تمام هدول الاثنين رح يزيدوا في حاله الشو في حالة كان في عندي abundant glucose level، فبالتالي عشان يحول لي الجلوكوز لفاتي أسد وبالتالي يصير في عندي فاتي أسد synthesis. تمام هلأ بحكي لي الانكريز، بحكي لي هدول التنتا هدول الانزيمز وغيرهم يلي مساهمين في عملية الفاتي أسد synthesis بيزيدوا لي بيزيدوا بكمية كبيرة لما الكربوهيدرات ليفل يكون مستوى كتير عالي في الـ في الـ في الدم، فبالتالي يكون في plenty of food وfed state. تمام بينما في حالة بالمقابل إنه في حالة البرونجت فاستنج الأماونت أوف دوس إنزيمز بيقلوا. تمام في حالة الفاستنج إذا نستيت الأماونت أوف فاتي أسيد سينثيز والمالات دي هيدروجينيز وباقي الإنزيمات المساهمة في عملية الفاتي أسيد سينثيسيس راح تقل. تمام هلا رح نحكي عن الريجوليشن أوف فاتي أسيد أوكسيديشن. هلا هون عم بحكي لي عن الريجوليشن للفاتي أسيد oxidation. هلا بحكي لي انه done by supply of fatty acid which is under hormonal control وentry into mitochondria and the availability of NAD plus. هدول كلياتهم هلا رح نيجي نحكي عنهم. هلا هذا الفيجر بحكي لي انه regulation fatty acid oxidation. احنا بنعرف انه الفاتي اسيد اول اشي بصير لها activation وبترتبط بالكو اي، بعدين بتصير اسمها فاتي اسيد كو اي، بعدين بتروح بترتبط في الكارنيتين ومن الكارنيتين بتفوت على الميتوكوندريا عشان تفوت على الميتوكوندريا الماتريكس، وبعدين اللي هي بتمر بثري ستيبس اللي هي الفاتي اسيد الكارنيتين عبين ما تتحول لاسيتيل كو اي. تمام هلا بحكي لي بالنسبه للافيليبيليتي للفاتي اسيد اللي هي اتسلف بيأثر على الريت للفاتي اسيد اوكسيديشن. كيف؟ انه الهاي ليفل من الفاتي اسيد راح يؤدي ل انه ينتج كمية اللي هي اللي ناتجة من كمية كبيرة من الأديبوس تيشو، يعني الأديبوس تيشو لما يفكك كمية كبيرة من الفاتي أسد ويطلعهم على الدم، فبالتالي راح يصير في عندي هاي ليفل من الفاتي أسد. وهذا الاشي انتو بتعرفوا انه مسؤول عنه مين؟ الجلوك كاجون والابنفرين اللي هي عن طريق الهرمونال كنترول. تمام هذا الاشي راح يزيد لي من الريت للفاتي اسيد اوكسيديشن. حلو هاي اول طريقه لتنظيم الفاتي اسيد اوكسيديشن. ثاني طريقه عن طريق الهاي ليفل من الان اي دي اتش. ايش بيعني؟ انه انا عندي كميه كتير كبيره من الان اي دي اتش، يعني انه انا في عندي هاي ليفل من الانرجي، وغير هيك انه السيتريك اسيد سايكل كتير عاليه، فبالتالي الان اي دي اتش راح تنزل عندي بكميات كتير عاليه، فعشان هيك هذا راح يؤدي لتثبيط الفاتي اسيد اوكسيديشن. ليش؟ لانه الفاتي اسيد اوكسيديشن شو هو الاند برودكت له؟ الاسيتيل كو اي. طب انا ما بدي اسيتيل كو اي ينتج كمان بزياده عشان ما ينتج لي ان اي دي اتش لانها كميتها كتير عاليه، فالان اي دي اتش رح يعمل لي انهيبيشن للفاتي اسيد اوكسيديشن. حلو في كميه في طريقه ثالثه هلا اللي هي عن طريق المالونيل كو اي. المالونيل كو اي بيعمل انهيبيشن للاندروس للفاتي اسيد فاتي اسيل كو فاتي اسيل اللي هي جروب 2 ذا ميتوكوندريا. كيف؟ عن طريق اللي هي الانهيبيشن للانزيم اللي يلي بينقل لي الاسيل جروب للكارنيتين، فعشان هيك الفاتي اسيل كارنيتين ما رح تتشكل، فبالتالي ما رح تقدر الفاتي اسيل تفوت على الميتوكوندريا، فما رح يصير في عندي البيتا اوكسيديشن. هلا بحكي لي
Actually, the formation of fatty acid carnitine is important for the entrance of the fatty acid to the mitochondria for oxidation. So, if the malonyl-CoA is available, it will inhibit this entrance. طب ليش المالونيل-CoA specifically؟ لأنه المالونيل-CoA هو عبارة عن intermediate in fatty acid synthesis. كلنا نعرف اللي هو تحول الأسيتيل-CoA لمالونيل-CoA عن طريق الكاربوكسيليشن. هلا إذا المالونيل-CoA is high معناته هذا بيحكي إنه الفاتي أسيد synthesis is active. فعشان هيك أنا بدي أقلل من الريت للأكسيديشن عشان ما يصير في عندي تعارض، يعني يصير في عندي waste للإنرجي، يصير في عندي أكسيديشن بنفس الوقت يصير في عندي synthesis. فعشان هيك رح يؤدي إنه يقلل لا دخول الفاتي أسيد كارنيتين للميتوغندريا وما رح يؤدي أصلا لتكوين الفاتي أسيد كارنيتين. وكيف المالونيل-CoA بينتج نفس ما حكينا من الكاربوكسيليشن لا الأسيتيل CoA واللي هي نفس ما حكينا هي first step بالفاتي أسيد synthesis. فعشان هيك وهذا الرياكشن اللي بيصير له كاتالايزيشن عن طريق الأسيتيل CoA كاربوكسيليز. هلا لما الأسيتيل CoA كاربوكسيليز يكون active فبالتالي البرودكشن للمالونيل CoA راح يكون كتير عالي، فبالتالي الفاتي أسيد أوكسيديشن راح يصير له inhibition. تمام، هلا بحكي لي وجدوا طريقة إنهم يتغلبوا على الأوبيسيتي اللي هي السمنة. طبعا كيف بدي أتغلب على السمنة؟ إيش هي السمنة؟ اللي هي تجمع دهون في الجسم. طب الدهون هاي كيف بدها تنتج؟ عن طريق الكربوهيدرات. كل ما أكلت اللي هي كربوهيدرات اللي هي جلوكوز وغيره راح يتحول إلى دهون، فبالتالي راح يعمل لي أوبيسيتي. حلو، كيف بدي أتغلب على هاي الشغلة؟ راحوا إيش عملوا؟ راحوا زادوا اللي هي الريت من الفاتي أسيد أوكسيديشن. كيف؟ عن طريق سم دراجز اللي هم بعض العقاقير اخترعوها اللي هو عشان تعمل انهيبيشن للأسيتيل CoA كاربوكسيليز، فبالتالي الريت للفاتي أسيد أوكسيديشن راح يزيد، فبالتالي ما راح ينتج عندي المالونيل CoA، فما راح يصير في عندي انهيبيشن للفاتي أسيد أوكسيديشن وراح تضلها تحرق الدهون، فبالتالي راح نتغلب على الأوبيسيتي. تمام، وهلا أي دواء راح يتم صناعته راح يقدر يزيد لي نشاط الانزيم بس انه ما راح يقدر يثبط لي عمله. عفوا، اي دواء ممكن صناعته اللي هو ممكن انه يثبط لي عمل انزيم بس انه مش ممكن انه يزيد نشاطه. ليش؟ لانه انا عم بعمل انهيبيشن للانزيم، يعني عم بخترع دراجز عم بيعملوا لي انهيبيشن بس ما بقدر اني ازيد نشاط الانزيم. تمام، هلا لما اعمل انا انهيبيشن للفاتي للأسيتيل CoA كاربوكسيليز شو راح يصير في عندي؟ راح يعمل راح يعمل شو اسمه راح يزيد من الفاتي أسيد أوكسيديشن، فبالتالي ثبطنا إنزيم على حساب إنه يزيد عملية تانية اللي هي الفاتي أسيد أوكسيديشن. فهلا إنه إذا إحنا بدنا أصلاً إشي يزيد من الريت للفاتي أسيد أوكسيديشن، شو الإنزيم اللي أنا بدي أستهدفه؟ أكيد الأسيتيل CoA كاربوكسيليز، لأنه أنا إذا عملت له هذا إنهيبيشن خلاص معناته راح تزيد الريت من الأوكسيديشن. فعشان هيك كمان العلماء اخترعوا في أمريكا اللي هم دراجز اللي هم بيأدوا لإنهم يعملوا ميوتيشن بالأسيتيل CoA كاربوكسيليز، يعني هي عبارة عن جينيتيك إنجينيرينج، يعني بيعملوا خلل مثلا بالأسيتيل CoA كاربوكسيليز فما بيخلوه يشتغل كويس، فبالتالي راح يتغلبوا على السمنة اللي هي البدانة. هلا رح يحكي لي عن الإلونجيشن للفاتي أسيد. هلا الفاتي أسيد السينثيز الإنزيم اللي حكينا عنه ممكن إنه ينتج فاتي أسيد ب 16 كربونة بس. طب أنا كيف بدي أنتج فاتي أسيد في الجسم شو اسمه يكون أكثر من 16 كربونة؟ كيف؟ عن طريق إنه يصير له إلونجيشن. بس هذا الإلونجيشن وين بصير؟ بالإندوبلازمتك ريتيكولوم. ليش بصير في الإندوبلازمتك ريتيكولوم الإلونجيشن للفاتي أسيد مش بالسيتوسول؟ لأنه السيتوسول عبارة عن أكويس إنفايرومنت، والفاتي أسيد زي ما بتعرفوا هو هيدروفوبيك، فبالتالي بده بيئة سهلة إنه يتعامل معها، فبروح على الاندوبلازمتك ريتيكولوم. فعشان هيك بادر اني اعمل له موديفيكيشن بكل سهوله، والسيكونس اللي بتصير بالالونجيشن بتشبه السيكونس للسينثيسس، فبس اللهم عندهم ديفرنت انزيم. تمام، هلا بحكي لي هياته نفس الشيء، واستخدم كمان في حاله الالونجيشن اللي هي الان اي دي بي اتش اللي هي تو موليكولز، فبالتالي بكون في عندي عادي اللي هو فاتي اسيد بان كاربونز، راح يصير في عندي فاتي اسيد بان بلس 2 كاربون في كل دورة من دورات الإلونجيشن للفاتي أسيد. هلا بدنا نحكي عن الإنترودكشن للدبل بوند. هلا بحكي لي في we can introduce double bond to saturated fatty acid by a group of enzyme اسمهم شو؟ desaturase. يعني desaturases هم عبارة عن enzymes بيعملوا للsaturated fatty acid بيعملوا لهم double bond، فبالتالي بخلوهم desaturated أو اللي هم بكونوا يعني بولي ساتوريتد وبكونوا مونو ساتوريتد مونو شو اسمهم فاتي أسيد.
اذا راح يكونوا بولي اند مونو unsaturated fatty acid. تمام، هلا بحكي لي we can introduce a double bond على الكربون رقم 9 عن طريق مين؟ الانزيم اسمه 9 desaturase عشان يشكل لي اوليك اسيد، اللي هو نفس ما حكينا الاوليك اسيد هذا حفظ انه 18 كربون وعنده double bond على الكربون رقم 9، والبال ماتوليك اسيد هو عبارة عن 16 كربون عنده دبل بوند على كربون رقم 9 كمان. هدول الاثنين عبارة عن مونو unsaturated fatty acid that can be produced in the body from saturated fatty acid and all what you need is adding an OH group. كيف طيب بدي أضيف في OH group؟ هلا بحكي لكم عن الآلية. هلا هاي البروسيس، هاي العملية occurs when في الاندوبلازماتيك ريتيكولوم، إذا وين بتصير عملية الديساتوريشن؟ في الاندوبلازماتيك ريتيكولوم. ما في عندي دبل بوند، هلا بحكي لي انه ما في عندي دبل بوند، ممكن انها تنتج بعد الكربون رقم 9 في الهيومن. يعني العملية الديساتوريشن بتكون بس على الكربون رقم 9 من الفاتي اسيد واقل منها، اقل يعني بين الكربوكسيليك جروب وبين الكربون رقم 9، بينما بعد الكربون رقم 9 مستحيل انها تنتج فاتي اسيد ويكون unsaturated في الجسم ويحمل على دبل بوند اكثر من الكربون رقم 9 ويصير عادي تصنيعه في الجسم. يعني هلا كيف الانترودكشن انه بصير؟ هلا رح ناخذ مثال اللي هو البالميتول كو اي. هلا بده يصير في عندي ان اي دي بي اتش رح تنضاف بلس الاو 2. اوكي، شو وظيفه الان اي دي بي اتش؟ الان اي دي بي اتش بتروح بتعمل ريدكشن ل 1 اتوم من جزيء الاو 2. تمام، فلما تعمل لها ريدكشن على شكل ووتر بتطلع وبتصفي الثانيه الاكسجين الثانيه بتصير ري اكتف. تمام، فبتصير very active، فلما تصير very active بتروح على طول بتنضاف للبالميتويل كو اي على الكربون رقم 9، فبالتالي رح يتكون عندي ايش؟ OH على الكربون رقم 9. بعدين بروح بيعمل لي dehydration، يعني بنشال جزيء مي من الكربون رقم 9 اللي هي بتنشال الـ OH group، ومن الكربون رقم 10 بتنشال H atom. تمام، فتطلع على جزيء water تاني. يعني أول جزيء water إجا من اختزال الـ NADPH لـ 1 atom of O 2، والتاني إجا من الديهايدريشن يلي صار للبالميتويل كو اي وشو اسمها وطلع على شكل H2O. تمام، هلأ بما إنه صار في عندي ديهايدريشن معناته راح يتكون عندي دبل بوند بعد ما شلنا الـ OH والـ H من البالميتويل كو اي على الكربون رقم 9 والكربون رقم 10، فبالتالي تكون عندي دبل بوند وهو البالميتويل أوليك اللي هو البالميتويلك أسد. تمام، اللي هو البالميتويل كو اي. هياتو ايش اسم الانزيم اللي هو 9 ديساتوريز، واستخدمنا السيتوكروم بي 5. هلا بحكي لي نفس الستبس بصيروا على اللي هي على الاستيريك عشان يحولها للأوليك أسيد، اللي هي عملية الشو، عملية أول إشي الهيدروكسيليشن بعدين الديهايدريشن. تمام، هلأ بحكي لي بالنسبة للتسعة ديساتوريز ليش اسمه هيك هذا الاسم؟ لأنه بيعمل دبل بوند على الكربون رقم 9. تمام، هلأ حكينا ليش الـ NADPH أصلاً required اللي هي أنا بحتاجه، لأنه أول إشي أنا بدي active oxygen. هلأ the first molecule is reduced by NADPH، هي first atom بالأحرى لأنه هو molecule of water، molecule of oxygen عفوا، فال first atom of oxygen is reduced by NADPH to water and the other one is activated then added to palmitoyl CoA. تمام، هلأ رح نحكي عن modification لل poly unsaturated fatty acid. تمام، هلا هاي الموديفيكيشن كيف بتكون؟ عن طريق الالونجيشن. شو يعني الالونجيشن؟ يعني اني ازيد في طول الفاتي اسيد، او يعني اني اضيف الكربونز لهم. تمام، هلا شو الثاني موديفيكيشن ممكن اني اعمله؟ اللي هو الديساتوريشن. كيف الديساتوريشن؟ ممكن اني اضيف كمان دبل بوند عن طريق الاربعه ديساتوريز او الخمسه او السته ديساتوريز. حلو، هلا بحكي لي بالنسبه للدبل بوند always added between the carboxylic group and the existing double bond، نفس ما حكينا قبل شوي، it should be separated from the existing double bond by CH2. كيف يعني؟ يعني بين الدبل بوند وبين الدبل بوند لازم يكون في 3 كاربونز على الاقل. وهذا المثال راح يوضح لي هاي الشغله. هلا بهذا المثال راح يحكي لي عن اللينوليك اسيد يلي هو عبارة عن 18 كربون وفي تنتين دبل بوند، واحدة على الكربون رقم 9 وواحدة على الكربون رقم 12.
هلا هذا عباره عن الموديفيكيشن للبولي انساتوريتد فاتي اسيد. تمام، هلا اول اشي بدي اعمل دي ساتوريشن، يعني بدي اضيف كمان دبل بوند غير هدول التنتين الدبل بوند اللي عندي، بدي اضيف دبل بوند ثالثه. تمام، مو بدي اضيفها، اكيد رح تكون بين الكربوكسيلي جروب وبين الكربون رقم 9 اكيد، لانه قلت لكم ممنوع انه يضيف الجسم اكثر من الكربون رقم 9 دبل بوند. تمام، هلا وين رح يضيف؟ احنا حكينا 9 بين دبل بوند وبين دبل بوند لازم يكون في عندي 3 كاربونز. اوكي تمام، هلا بحكي 9 ناقص 3 فيها بقد ايه؟ ب 6. هاي 6 تمام، حطينا 6 هون اللي هي ايش؟ الدبل بوند الجديده. هلا بعدين اتكون عندي إشي اسمه لينيك اسيد، هذا اللي هو 18 ب3 دبل بوند، واللي هي على 6 و9 و12 اللي هو عباره عن اللينولينيك اسيد. تمام، هلا بعدين بدي اعمل له الونجيشن. شو يعني الونجيشن؟ يعني انا بضيف 2 كاربونز من جهه وين؟ من جهه الكربوكسيليك جروب. معناته قد ايه صار عندي كاربونز؟ اكيد 20. تمام، هلا بالنسبه للدبل بوند انا ما غيرت عليهم اشي، فبالتالي بس راح يكونوا 3 عددهم بس، اللهم زدت يعني زدت كربونتين فزحتهم كربونتين. تمام، فزتهم كربونتين من ناحية وين؟ من ناحية الكربوكسيليك جروب، فبالتالي يلي كانت 6 اللي هي الدبل بوند على الكربون رقم 6 صارت الدبل بوند على الكربون رقم 8، ويلي كانت على 9 أكيد رح تنزاح كربونتين فبالتالي رح تصير على 11، واللي كانت 12 رح تصير 14 وهيك. تمام، هلا بعدين رح أعمل له برضه دي ساتوريشن. تمام، هلا لما أكون أنا دبل بوند حكينا برضه نفس الشيء، لازم يكون بين كل كربون بين كل دبل بوند وبين دبل بوند الثاني يكون في 3 كاربونز، فبالتالي 8 ناقص 3 اللي هي على 5، اذا رح اكون دبل بوند رابعة على الكربون رقم 5 هياتها، واذا قد ايه صار عندي 20 اللي هن 4 دبل بوند اللي هم على 5 و8 و11 و14. طب هذا بيمثل شو؟ بيمثل اللي هو الاركيدونيك اسيد. تمام، هلا بحكي لي بالنسبه للاوميجا، هون سأل عن الاوميجا. هلا بالنسبه للاوميجا بتعرفوا انتوا الاوميجا نفس ما حكينا هي اخر كربون بالفاتي اسيد، وبنبلش نعد من عندها لبين ما نوصل اول دبل بوند من ناحيه الاخر كربون. يعني هلا عندي انا هذا 18 كربون، اوكي 18 كربون اتومز. هلا اوميجا شو يعتبر؟ هلا بنبلش نمشي من عند ال 18 ناقص 12 قد ايه؟ في عندي 6، اذا اوميجا 6. ليش 12؟ لانها هي اخر دبل بوند وهي الاقرب لاخر كربونه موجوده عندي. تمام، اذا 18 ناقص 12 قد ايه؟ 6. اذا ايش الاوميجا ترتيبها او رقمها؟ اذا اوميجا 6. تمام، طب بالنسبه للاوميجا 2، هلا احنا حكينا انه انا ما بقدر انه انا بغير بعمل الونجيشن او بضيف 2 كاربونز من ناحيه الكربوكسيليك جروب، معناته ترتيب الاوميجا ما رح يختلف مهما عملت اولونجيشن او مهما عملت موديفيكيشن على البولي انساتوريتد فاتي اسيد. ليش؟ لانه انا عم بضيف من جهه الكربوكسيليك جروب. تمام، هلا هاي نفس الشيء عشان اثبت لكم، عندي 20 كربون، 20 ناقص 14 اللي هي اخر دبل بوند موجوده من ناحيه اخر ذره كربون. تمام، 20 ناقص 14 اذا 6، اذا قد ايه رقم الاوميجا؟ اوميجا 6 هون. طيب برضو هون 20 ناقص 14 برضو أوميجا 6 اللي هي أوميجا 3، وهذا هون عم بيقول لي عن الشرح يلي شرحته قبل شوي إنه الأوميجا ترتيبها ما رح يختلف. ليش؟ إنه أنا عم بضيف من جهة الكربوكسيليك. هلأ هون عم بحكي لي عن نوتس إنه اللينوليك أسيد واللينولينيك أسيد هم عبارة عن essential fatty acid. شو يعني essential fatty acid؟ يعني إنه هدول الفاتي أسيد الهيومن must ingest from the diet because the body requires them but cannot synthesize them. إذا الجسم جسم الإنسان ما بيقدر يصنع لا اللينوليك أسيد ولا اللينوليك أسيد هو نفسه. ليش؟ لأنه هدول الاثنين اصلا عندهم الدبل بوند على الكربون رقم 12. احنا نفس ما حكينا احنا ما بقدر اصلا الجسم الانسان انه يصنع بشكل طبيعي اكثر من الكربون رقم 9 يحط دبل بوند يعني، فبالتالي هم اسينشال ويعني ضروريين للجسم ولازم ياخذهم الانسان عن طريق الغذاء. تمام، هلا بالنسبه للاركيدونيك اسيد هو عباره عن اسينشال فاتي اسيد. ليش؟ لانه انا بقدر اني اجيبه او انتجه بالجسم عن طريق اللي هم الاسينشال فاتي اسيد اللي هم اللينوليك واللينولينيك، بقدر اني اجيب الاركيدونيك اسيد، فبالتالي هو ما يعتبر اسينشال لان انا بقدر اصنعه في الجسم. حلو، هلا بحكي لي اذا كان في عندي وفره من اللينوليك اسيد في الطعام، بحكي لي هون ما في عندي حاجه اني استهلك الاركيدونيك اسيد. ليش ما في حاجه اني استهلك الاركيدونيك اسيد؟ يعني ما في حاجه اني اخذ، يعني اذا كان في عندي لينوليك اسيد بكميه كتير كبيره في اكلي
انا ما في حاجه اني اخذ اكل كمان في كميه كتير كبيره من اركيدونيك اسيد. ليش؟ لانه نفس ما حكينا انه اللينوليك اسيد ممكن انه يتحول في الجسم يصير له موديفيكيشن لاركيدونيك اسيد، فبالتالي راح يصنع لي اركيدونيك اسيد في الجسم، فبالتالي ما راح احتاجه اصلا اني اخده. هلا بحكي لي عن الموديفيكيشن للفاتي اسيد doesn't change the omega classification، نفس ما حكينا احنا قبل شوي انه مهما صار موديفيكيشن على الفاتي اسيد ما راح يغير لي من الأوميجا كلاسيفيكيشن، كلياتهم ضلوا أوميجا 6 مثل المثال السابق. وهيك إن شاء الله بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم، على أمل ألقاكم بالمحاضرة الجاي.